أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. من موقع الهيئة نت، في كمين مسلح مقتل 5 من عناصر شرطة الحدود شرقية بعقوبة. من صحيفة المدى، موقع أمريكي، إعادة إعمار العراق تعرقل جهود المصالحة الوطنية. ومن موقع كتابات، الأحزاب العراقية تستعين بالسماسرة لشراء الأصوات الانتخابية. ولدينا من موقع الجزيرة نت، أمريكا تدعم بريطانيا في المواجهة مع روسيا. ونتابع من العربي الجديد، غصن الزيتون تقترب من الحسم العسكري في عفرين. من صحيفة القدس العربي، خلافات حول كوريا الشمالية وراء قرار ترامب الإطاحة بتيلرسون. وأخيرا مسعود بارزاني من حياة، طبعا الخلافات مع بغداد لا تنحصر بالمطارات. تعد المحاكم الدستورية الضابط الأخير لمنطق الدولة، فهي صاحبة القول الفصل في تسوق أي قانون أو قرار أو حكم مع الدستور على مستوى النص، ومع إرادة المشروع على المستوى الأعمق المتعلق بمبدأ روح الدستور. وقد عرف العراق على المستوى الشكلي في الأقل هذا النوع من المحاكم بداية من تأسيس الدولة، ثم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق صدر قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي أقر تشكيل محكمة اتحادية عليا تتولى اختصاصات عدة، من بينها البت في دستورية القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، والبت كذلك في الدعاوى ضد أو بين الحكومة المركزية وحكومات الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية. وهناك تناقض كبير في صلاحياتها كما ذكر الكاتب يحيى الكبيسي في مقال له بصحيفة القدس العربي. ثمة اختلاف كبير بين المحكمة الموصوفة في القانون وتلك الموصوفة في الدستور من حيث البنية والاختصاصات، لكن تواطؤا بين السلطات الاتحادية العراقية، رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية العليا القائمة جعلها تتولى صلاحيات مزدوجة، الصلاحيات الواردة في قانونها فضلا عن الصلاحيات الواردة في الدستور العراقي، في انتهاك صريح للدستور. هكذا ظلت المحكمة العليا تمارس اختصاصها كمحكمة إدارية عليا، على الرغم من أن الدستور لم يتحدث عن هكذا اختصاص للمحكمة التي أقرها. لم يقتصر الأمر على الاختصاصات فقط، بل إن رئيس المحكمة الاتحادية العليا قام شخصيا بتعيين قضاة احتياط للمحكمة في انتهاك صريح لأحكام الدستور والقانون معا. يضيف الكاتب، في سياق طويل من القرارات المتناقضة والمخالفة للدستور، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا مؤخرا قرارين، يتعلق الأول بطبيعة الشهادة التي يجب أن يحوزها المرشح لانتخابات مجلس النواب، ويتعلق الثاني بتعريف المناطق المتنازع عليها الواردة في الدستور العراقي. وفي القرارين تناقض المحكمة الاتحادية نفسها بمقاضاتها أو بقضاتها أنفسهم، تناقض قرارين سابقين لم يمر عليها سوى بضعة أشهر، وعندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى مجرد أداة سياسية تصدر قرارات مسيسة حسب الطلب، وعندما تتواطأ سلطات الدولة كافة وقطاعات سياسية ومجتمعية واسعة اعتمادا على تحيزاتها مع هذا الكم الكبير من الانتهاكات الدستورية والقانونية، فنحن أمام أنموذج حقيقي ليس للدولة الفاشلة وحسب، وإنما أمام أنموذج لتكريس لهذا الفشل. مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في العراق، تتنوع وسائل الأحزاب السياسية المتمسكة بالسلطة لاستمالة الناخبين والفوز بأصواتهم، ما دفعها إلى التعامل مع السماسرة
بدأوا بشراء هذه الأصوات إما عبر دفع المال أو تقديم الهدايا العينية، مستغلين الظروف المادية الصعبة التي يمر بها معظم العراقيين، وذلك بحسب تقرير لموقع كتابات. وقال مسؤول سياسي مطلع أن حملة الأحزاب السياسية بدأت منذ فترة بالتحشيد الانتخابي وشراء الأصوات، لافتاً إلى أن أكثر طرق شراء الأصوات اتباعاً حصل عبر توظيف سماسرة يتعاونون مع الأحزاب لخدمة تجهير الأصوات لصالحهم. وأوضح المسؤول السياسي العراقي أن هؤلاء السماسرة هم من وجهاء المناطق والشخصيات المعروفة فيها، مضيفا أن الأحزاب تنافست في شراء ذمم هؤلاء من خلال إغرائهم بالعروض المالية الكبيرة بوعود بالحصول على المزيد من المكتسبات في حال تمكنهم من الحصول على الأصوات. وأشار إلى أن هؤلاء السماسرة انطلقوا بنشاط واضح في عملية شراء الأصوات، إذ أنهم تحركوا مع ممثلين عن تلك الأحزاب للترويج الانتخابي لها وتوزيع الهدايا العينية والمبالغ المالية. من جهتهم يحمل مسؤولون حكوميون وسياسيون عراقيون مفوضية الانتخابات مسؤولية عدم القيام بواجبها الرقابي ومتابعة الممارسات التي تقوم بها تلك الأحزاب، والتي تندرج في إطار خرق قوانين الانتخابات التي تؤكد المفوضية أنه لا يجوز خرقها بحسب الموقع. لا خيار للفاسدين سوى الاعتراف وتسليم الأموال إلى الحكومة، هذا ما يراه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، لكنه في الواقع ليس سوى أحلام عصافير بحسب الكاتب عدنان حسين في مقال له بصحيفة المدى، إذ لم يحصل في أي بلد أن تقدم الفاسدون والمفسدون ماليا وإداريا من تلقاء أنفسهم وبأريحية فاعترفوا بفسادهم وإفسادهم وأعادوا ما نهبوه من أموال وسووه مع الدولة. الفاسدون والمفسدون العراقيون ليسوا استثناء من هذه القاعدة، ولن يكونوا، ليسوا شرفاء ولو بأدنى درجة ليذهبوا إلى الخيار الوحيد الذي يحدده العبادي المرة بعد الأخرى. ما يفترض أن يعرفه السيد العبادي أن الفاسدين والمفسدين لديهم خيارات كثيرة للإفلات من الملاحقة والعقاب، وهنا في العراق بالذات وجد الفاسدون والمفسدون 100 طريقة وطريقة في الأقل ليتحصنوا ويبقوا بعيدين عن كل سوء يمكن أن يطولهم، بل حدث مراراً أن نجحوا في تلفيق التهم للشرفاء والنزيهين الذين سعوا للمساعدة في كشف فسادهم أو إثباته. من يفترض أن يكون لديه خيار وحيد على هذا الصعيد هو رئيس الحكومة ذاته، لكن لدينا رئيس حكومة يتحدث كثيراً جداً في شأن مكافحة الفساد، بيد أنه لا يفعل حتى القليل لترجمة ما يقول. الفاسدون والمفسدون يراهم السيد العبادي أشباحاً تصعب مطاردتهم والإمساك بهم، إلا أنهم في الواقع معلومون بنسبة 80% في الأقل. يضيف الكاتب: إعلان السيد العبادي أنه ما من خيار أمام الفاسدين غير الاعتراف وتسليم الأموال التي نهبوها إلى الحكومة ينطوي على حسن نية حيال الفاسدين أو المفسدين، وهذا الإعلان إنما يشجعهم على مواصلة فسادهم من دون خشية أو ريبة من أي شيء جراء طبعا الإجراءات الصحيحة، وأن لا يبقى رئيس الحكومة جالسا على كرسيه الوثير أو واقفا خلف منصة المؤتمرات الصحفية الأسبوعية يدعو ويناشد الفاسدين ويهيب بهم أن يكونوا خوش ولد فيأتونه ليعترفوا ويردوا إليه ما نهبوه. هذا هو الإجراء الصحيح. الإجراء الصحيح هو يكون العبادي نفسه خوش ولد كما يقول الكاتب، فيتقدم نحو الفاسدين والمفسدين من دون تردد لزلزلة الأرض تحت أقدامهم. الخراب الذي أحدثته العمائم العراقية الإيرانية وحلفاؤها الأكراد ليس في كردستان العراق وحدها بل في العراق كله لم يكن ليحدث لو كان القادة الأكراد لم يتحالفوا مع أحزاب المرشد الأعلى الإيراني، هذا ما يراه الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقال له بصحيفة العرب اللندنية. وأضاف كذلك
أخيرا فعلها حزب الدعوة وأجبر حكومة الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني على الرضوخ لإرادته والانصياع لكل قراراته وأوامره دون نقاش، وعذره أن يحافظ على وحدة العراق أرضا وشعبا ويرفض المتجاوزين على القانون وعلى الدستور. والحقيقة التي ينبغي أن نذكر قراءنا بها هنا هي أن حيدر العبادي رغم قسوته وجبروته قد يصبح عما قريب حمامة سلام رقيقة مع كردستان إذا ما تحققت إرادة الباب العالي في طهران وتوج هادي العامري رئيسا للوزراء أو غيره من صقور الميليشيات الإسلامية التي لا ترحم. والموعظة التي نخرج بها من كل ما حدث بعد أن ثبت أن تحالف القادة الأكراد ومنهم خاصة مسعود البرزاني وجلال الطلباني مع أحزاب ولاية الفقيه ومخابرات حافظ الأسد وبشار كان خطأ قاتلا، هي أن استمرار الحكومة الكردية وأحزابها في السعي لاستعادة التحالفات القديمة وتحقيق التراضي مع تلك الأحزاب والميليشيات من جديد مضيعة وقت وجهد وجري لقبض سراب. يضيف الكاتب أيضا: الخراب المقبل الذي سيحدثه القادة الجدد القادمون هادي العامري، أبو مهدي المهندس، قيس الخزعلي في الأيام القادمة لم يكن ليحدث لو كان القادة الأكراد قبل سقوط النظام السابق وبعده لم يتحالفوا مع أحزاب المرشد الأعلى الإيراني، ولو أصروا على أن كردستان العراق في دولة عراقية واحدة قوية عزيزة آمنة مزدهرة أفضل وأشرف وأنفع من وهم جعلها دويلة صغيرة لن ترى النور في عشرات سنين قادمة. في مطلع السنة الثامنة من الأزمة السورية لم يعد الصراع المسلح بين النظام والمعارضة، أصبح بين الدولة المتدخلة أو الدول المتدخلة التي استطاعت كل منها انتزاع قطعة من خريطة سوريا سواء بموافقة نظام بشار الأسد أو بحكم الضرورة التي شكلتها الحرب على داعش، وبعدما لعبت ورقة الإرهاب لمصلحة الأسد والإيرانيين خلال الأعوام الأخيرة، لعلهم يلمسون الآن صعوبة الحفاظ على مكاسبهم منها. فلو بقيت اللعبة حكرا على روسيا وإيران والنظام لأمكن تغليب منطق من ينتصر عسكريا ينتصر سياسيا، أما وقد تعددت الأطراف فإن استعادة السيطرة الكاملة باتت مستبعدة، وذلك بحسب الكاتب عبد الوهاب بدرخان في مقال بصحيفة الحياة. طموحات كثيرة لا تستحقها إسرائيل بسبب سوء سلوكها الإرهابي وسجلها الإجرامي، لكن متطرفي حكومتها يرون أن الوضع العربي يسمح لهم بطرحها، وما كانوا ليفعلوا لولا أن طموحات تماثلها بالشطط والترهيب والإجرام تراود أيضا مهوسي النظام الإيراني، فهؤلاء يسعون بدورهم إلى إقرار دولي بما حصلوه من نفوذ في 4 بلدان عربية. بديهي أن الإيرانيين والإسرائيليين يعملون من أجل مصالحهم أولا وأخيرا، لكنهم يروجون بأنهم يبتغون استقرار المنطقة، فكما تدعو إيران العرب إلى قبول هيمنتها لمساندة مشروعها المضاد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، كذلك تدعو إسرائيل العرب إلى عدم اعتبارها عدوا بل حليفا لابد منه للتخلص من التهديد الإيراني. في أي حال باتت المواجهة الإيرانية الإسرائيلية مؤكدة وإن تأجلت، ففي خضم الجدل حولها تتظاهر الإدارة الأمريكية حاليا أن لديها مقاربات جديدة، لكن كالإدارة السابقة لم تقدم أي مبادرة تؤكد اهتمامها بالشعب السوري، وإن أكثرت من الخطوات التي فاجأت الروس وربما أقلقتهم سواء في جعل شمال شرقي سوريا محمية أمريكية أو في وضع اليد على معبر التنف أو في ردع مرتزقة روسيا حين اقتربوا من حقول النفط في دير الزور كما يرى الكاتب. الرئيس أحمق، هذا ما نعت به وزير الخارجية المقال ريكس تيلرسون رئيسه دونالد ترامب في صيف العام الماضي، وذلك بعد اجتماع عقده الأخير بوزارة الدفاع البنتاغون مع رهط من العسكريين الأمريكيين على رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس. في ذلك الاجتماع أظهر الرئيس ترامب معرفة سطحية للغاية بمجمل القضايا الاستراتيجية التي تتعاطى معها الولايات المتحدة في العالم، غير أن أكثر ما أثار دهشة العسكريين حينها
هو اللهجة الصارمة التي تحدث بها ترامب، وهو يشير إلى شكل جرافيكي بجانبه يوضح مخزون الولايات المتحدة من السلاح النووي. أشارت تقارير متعددة إلى أن ريكس تيلرسون لم يكن ضمن الأسماء المحببة لدى ترامب منذ البداية، بحسب الكاتب نبيل عودة في موقع الجزيرة نت. فقد أشارت تقارير متعددة إلى أن الأخير لم يكن ضمن الأسماء المحببة لدى ترامب منذ البداية، وأنه وافق على اعتماد اسمه لمنصب وزير الخارجية بناء على توصية من وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس ووزير الدفاع السابق روبرت غيتس، وذلك لحسابات تتعلق بالأجنحة المتنافسة داخل الحزب الجمهوري. حقيقة كان الانطباع الذي يسود بادئ الأمر أنه سيحدث انسجام بين الرجلين بناء على بعض القواسم المشتركة، مثل خلفيتهما المهنية بوصفهما رجلي أعمال وافتقارهما إلى أي خبرة في العمل السياسي وعدم تبوئهما لأي منصب عمومي في السابق، لكن ظهر سريعا عدم صحة هذا الانطباع. فالرئيس ترامب عمل منذ البداية على تحجيم قدرة وزارة الخارجية على الاطلاع بدورها الدبلوماسي التقليدي، وأكد أتباعه هذا النهج ما قام به من إبعاد لوزير الخارجية عن الكثير من اللقاءات الدبلوماسية مع الرؤساء وكبار الزوار للبيت الأبيض. يقول الكاتب إن الرئيس ترامب بعد أن أحاط نفسه بمجموعة من الجنرالات ها هو الآن يستعين برجال من خلفية أمنية، ذلك أنه بعد تعيينه رجلا أمنيا في منصب مايسترو الدبلوماسية يوجه رسالة غير مطمئنة للعالم، مفاداها أن توجهات الرئيس القادمة ستتمحور حول المنظار العسكري والأمني للدبلوماسي. عشر سجائر يومياً تصيب المراهقين بالاضطراب العقلي. استخدام التبغ بما في ذلك السجائر الإلكترونية يمثل خطراً على الصحة، خصوصاً لدى الشباب، حيث يضر التدخين تقريباً بكل عضو من أعضاء الجسم. فقد حذرت دراسة فنلندية حديثة من أن تدخين 10 سجائر يومياً يزيد فرصة إصابة المراهقين بالاضطراب العقلي عند الكبر. الدراسة أجراها باحثون بأكاديمية فنلندا للبحث العلمي. وذهان هو من الأمراض التي يطلق عليها أو على الاضطرابات العقلية التي تصيب الإنسان بحيث يحدث خللاً ضمن التفكير المنطقي لديه أو في الإدراك الحسي عنده، فيصيبه بحالة من فقدان الاتصال مع الواقع. هل يجب أن نقلق من سقوط محطة الفضاء الصينية؟ تتوقع وكالة الفضاء الأوروبية أن تسقط محطة الفضاء الصينية إلى الأرض في فترة بين 29 من مارس آذار والتاسع من أبريل نيسان. ففي عام 2016 أعلنت الصين أن أول محطة فضائية بشرية لها، وهي تيانغونغ 1، ستدخل الغلاف الجوي للأرض بطريقة غير متحكم بها بعد أن فقدت السيطرة عليها. ونظراً لحجم المحطة الكبير وكثافتها، فإن بعض القطع الكبيرة قد تنجو من الاحتراق في الغلاف الجوي وتجد طريقها إلى الأرض، الأمر الذي قد يثير القلق. ويحاول العلماء جاهدين توقع مكان سقوط المحطة، فبعضهم يتوقع أن تسقط في الفناء الخلفي لنيوزيلندا، وتوقع آخرون أن حطام المحطة السام سينهمر على الأرض كالمطر. لكن مع ذلك لا يزال من المبكر تحديد الموقع الذي ستدخل منه المحطة الصينية الغلاف الجوي للأرض، لكن احتمالات سقوط أي قطع على رأس أي إنسان ضئيلة جدا، وهي في الواقع أقل من احتمال إصابة شخص بصاعقة برق.
والآن نتابع الكاريكاتير. وفي الختام شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.